احتفل الثنائي غادة عادل والمخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد بنتهم مريم في حفل جمع الأصدقاء المقربين بحضور والديها، وكانت نشرت الإعلامية إنجي علي فيديو من الاحتفال بصحبة مريم وغادة عادل، وكتبت معلقة على الفيديو: عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أتمنى لك سنة رائعة مليئة بالحب والصحة والفرح. كما احتفل المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد بنته بنشر مجموعة صور من حفل عيد الميلاد، واللي أرفقها بتعليق: عيد ميلاد سعيد يا كل دنيتي. يذكر إن الفنانة غادة عادل حققت نجاح كبير بمسلسل حالة خاصة، واللي بيشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طه دسوقي وحسن أبو الروس.